مهارات ما قبل اللغة هي المهارات التي يستخدمها الأطفال قبل أن يتعلموا اللغة، وهي تساعد على بناء وتطور اللغة عن طريق التطور الذهني والعاطفي والاجتماعي والحركي. مهارة التواصل البصري. تبدأ مهارة التواصل البصري عندما ينظر الطفل إلى أحد الوالدين أو أحد مقدمين الرعاية، وهي تبدأ من عمر 4 إلى 6 أسابيع، ومن خلالها يتعرف الطفل على الوجوه على الأشياء من حوله. وأيضا بعمر 6 أشهر يبدأ الطفل باكتساب مهارة التقليد، وهي تكرار الحركات والأصوات لمن حوله. ومن أهم أنواع التقليد هو التقليد اللفظي، وهو أن يبدأ الطفل بتقليد أصوات الطبيعية مثل أصوات الحيوانات وأصوات السيارات وأيضا الأصوات المسموعة من قبل مقدمي الرعاية. الاستجابة لتعبير الوجه والأصوات. يبدأ الطفل بالاستجابة لتعبير الوجه والأصوات لمن حوله بإصدار الأصوات والابتسامة بعمر 4 أشهر. وكذلك بعمر 4 أشهر يبدأ الطفل بإصدار أصوات تحمل معنى، مثل أن يبكي الطفل للتعبير عن الألم أو الجوع. تبادل الأدوار هو أساس التواصل الاجتماعي، ولحدوث ذلك يجب أن يتوفر هناك عنصرين أساسيين هما السبب والشخص. ويحدث تبادل الأدوار من خلال التفاعلات، إلى أن يتطور بتبادل الأدوار من خلال المحادثات. مثال ذلك عندما يبتسم الطفل كردة فعل لأبيه، ويظهر ذلك في عمر 6 أشهر. الانتباه المشترك. يبنى الانتباه المشترك من خلال السنة الأولى من حياة الطفل، ويبدأ بالتواصل البصري والاستجابة للأصوات وتعبير الوجه وتبادل الأدوار والتقليد إلى القدرة في الانخراط في تفاعل ثلاثي. ويتمثل ذلك عندما يحول الطفل انتباهه من شخص إلى شيء، ثم العودة إلى الشخص مرة أخرى، مثل أن ينظر الطفل إلى أمه ثم ينظر إلى لعبة ثم يعود بالنظر مرة أخرى إلى أمه. إن القدرة على تحويل الانتباه ضرورية جدا لتعلم اللغة لدى الأطفال. من مؤشرات ضعف مهارات ما قبل اللغة لدى الأطفال أن يستجيب الطفل للأصوات من حوله، لكن لا يستجيب عند مناداته باسمه خلال السنة الأولى. كذلك عدم المناغاة أو إصدار الأصوات خلال 7 أشهر الأولى. وأيضا عدم التفاعل وتبادل الأدوار مع الآخرين، أو عدم فهم مشاعرهم وتعابير وجوههم، أو عدم مشاركة الأقران اللعب، أو عدم اللعب بالألعاب بطريقة صحيحة.